تعالوا نتكلم بقى في المهم بالنسبة لجمهور النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، وهو الاستعداد المتواصل للمرحلة الهامة جدا المقبلة، بداية من مباراة بيراميدز بكرة بإذن الله. موضوع بيراميدز وفوز الأهلي والجمهور، في جمهور بقى بيشجع الأهلي، هو الأهلي محتاج جمهور عشان غير جمهور نادي يعني يشجعه أو يسنده. ثقافة الأهلي واحدة، الأهلي عقليته واحدة، الفوز. هيلاعب بيراميدز ممكن يكون عندك سياسه او استراتيجيه معينه في المباراه دي تحديدا عشان تريح بعض اللاعبين للمواجهه الاهم والتحدي الاهم والبطوله الاكثر اهميه بعد حسم اللقب المحلي، فممكن تريح بعض اللاعبين، تريح بعض العناصر، لكن في نفس الوقت انت بتبقى عايز تكسب اي ماتش. ده لو ماتش ودي الاهلي بيبقى عايز يكسبه، جمهوره بيبقى عايز يكسبه، مش مستني مسانده اي جماهير اخرى مع كامل الاحترام والتقدير ليهم طبعا يعني. فالناس واخده الموضوع في اتجاه مش طبيعي او مش منطقي خالص بالنسبه لثقافه النادي الاهلي. فبالتالي الاهلي بيستعد لمباراتي الوداد، هتلعب مباراه بكره وتسافر بقى المغرب وتتفرغ للتركيز الكامل لمباراتي الوداد عشان الهدف يتحقق باذن الله بالصعود للنهائي ومن ثم الفوز بدوري ابطال افريقيا.